كرم شو مفرفح بتغني قد ما بدك مفرفح تعا هات لناخذ سيلفي سيلفي انا وياك بسرعة لا هي بلا دجور ليه شو بلا دجور بلا دجور يعني الضو جاي من ورا كونتر جور كونتر جور انا قلت بلا دجور خدها بلا دجور بس على الدول هي منيحة شو حبيب القلب تمام كيفك منيح جبنا السيارة جبتها استلمتها بعد شهر بتوصل ليه بعد شهر حاطيني على الوستنج لايت لان عشو ما بدك تحكي واقف عشو حاطينك ويستنج لايت لائحه الانتظار شو اسمها حط عليها طلب ويتنج ليست شو هي ويتنج ليست شو ويستنج لايت ويستنج لايت سوري عدول فول اكشن شو الفول اكشن سياره فول اوبشن فول اوبشن فول اوبشن وشو جبتها عادي شو جبتها فورميل درايف اوه هيك بده يطلع فيها خيك العاب فور ميل ويقلع فور ميل فور ميل درايف فور ويل فور ويل عبدالي فور ويل درايف اللي هي مبروكة الله يبارك فيك بتنضرب من ميلة وبتمسط من ميلة ليه؟ انضربت امبارح ما عملنا فحوصات على الدور لا قولو شو بك؟ تريجليسيرول يا عادل نعم طلع معي تريجليسيرول ما هي تريجليسيريد يا كوليسترول اثنيناتهم عادل طلعوا عاليين ما تزيد على قلبي شي 220 شي 330 تريجليسيرول ايه مع بعضهم نخبطهم خبط لشو تضيع وقت يعني انت وضعك قاسي قد ما بدك عادي ما فيك تاكل شو ما كان بدي دير بالي هلا بطلب بطاطا بيريه بتطلع نعم بطاطا بيريه بطاطا مسلوقه كل كلمه بتفنجر عينك عليها كيف بده يحكي معك الواحد لا انجليزي بتعرف ولا فرنساوي بتعرف بطاطا بيريه بطاطا شو؟ بيوريه بيوريه شو اسمه؟ بيوريه بيوريه مش بيوريه خي ما انا الفرنسي ماني كثير قوي فيه مثل الانجليزي وشو كمان؟ وهذه لابان اولي ما عم بيجي لبنه ولابان اولي لبنه ولابان اولي؟ ايه اللي بده يعمل رجيم هيك بيعمل لابان اولي بدك تاكل ارنب؟ بدي اكل ارنب عم بقول لك بدي اعمل رجيم لابان اولي الخبز مع هذا الحليب شو اسمه؟ اسمه بان اولي لابان اولي ما في لابان ما في قال التعريف يعني منشيل اوليف لا بتشيل لا 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 سوري 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 خلاص بان اوليف خيي بان اوليف هيك بقى اكلك من ايه بدي امشي على شهر هيك عادي خلص لازم هذا تبع شو اسمه الفيجيتيشن خلص قال لي انه بدك تصير تعمل هيك فيجيتيشن لك تبع شو اسمه رجيم التغذيه ايه هذا انه بدك تصير نباتي وما نباتي فيجيتيريان فيجيتيريان ما نمشي الله بيعيننا اربع اسابيع عشية شو بنعمل؟ عشية بدي حضرك فيلم له اول ما له اخر لمين؟ اوه عد حلو؟ اول شيء بياخد العقل الفيلم هلا بقول لك عن شو مين بيمثل فيه؟ انطونيو ماديريس حلو عادل ايه وقف انطونيو ماديريس اهم انطونيو بانديراس انطونيو شو؟ بانديراس قلت اني ماديريس؟ معلش حدا طيب استقبي حدا ومين معه؟ ميري ستريت ماري ستريت لعباني دور عادل ماري ستريت ماري ستريت هيدي المرة الكبيرة هلا بس حلوة اسمها ميريل ستريب ايه شو اسمها؟ ميريل ستريب بدي سنة لأقولها هي عادي معلش هلا لحقني على الحرف ماري ستريت ايه عدول وين بدنا نحضر ان شاء الله بدك تاخذنا على السينما اي سينما عندي بالبيت ما جايبوا سي دي في نعم جايبوا سي دي في عادي شو سي دي في مع سراوند سيستر عندي بالبيت هي سي دي دي في دي اللي هي وحدة منهم ايه مع سراوند سيستر ايه سيستر ايه حلو ايه تقعد هيك حلو طب ايه لانه هو فيلم كله هيك معارك عادي عم تحكي جد؟ ايه عن شو الفيلم يعني؟ لك عن حرب فيتامين شو اشبك؟ وقف عامل وقف لك الكلمة بدنا نوقف عليها شو قصتك؟ حرب الفيتامين حرب الفيتامين الحرب اللي صارت بالستينات بين امريكا والفيتامين هول فيتنام مزبوط هيدي مزبوط هيدي قد ايه انا صار لي بغلط هيدي معك حق فيها عادي كتر خيرك يلا روح هلا حرب فيتامين روح شرف بس انت بتنقهر مني انا انت بس شوفني طلعتي بتكسر لي مقاديفي روح لك اي سو يو جاكسس روح خلصنا ما فيك الا بدك تسمعها